انا سميت فدوى ولكن كني انا ما انا مراد نملي سيف رئيس جمعيه رياضيه في اقليم مدينه بن سليمان ومؤطر رياضي في نفس الوقت. شنو نقول لك يعني حد الان انا كنهضر معك وانا ما يعني ما كاينش ما كنهضر معك انا عجزت عن الكلام كيما تنقولوا لان علاش غنقول لك ملي جيت شفت هاد الحاله هادي جامي واش باغي ندي انا تلميذ ديال البحر لا حول ولا قوه الا بالله العظيم اسمحوا لي بنت بطله المغرب 60 عندها تقريبا غتكون 15 عام 14 عام 15 عام عندها ام واحده غير يوم عايشين يعني حالها يعني يرجى لها صراحه ما تصبرش الام ديالها صراحه لان الام ديالها باغا الان لان اش غادي نقول لك عندها كما تنقول عوينه وحده كتفقدها والحاله مزريه عندها مسكينه ما عندهاش لا دخل لا والو كترجى في الله سبحانه وتعالى اول قبل كل شيء كترجى في هذه الدريه باش تكون بطاله مستقبلا بطاله العالم كما تنقولوا لا الاقدار ديال الله سبحانه وتعالى ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم كيتنسى الاخر كيجي الاخر ناس عندهم اهميه ناس دابا الوظيفه كثيره كاين الوظائف كاين الناس اللي عندهم وظيفه ومريحه خدام ما دايرش الدور ديالها كاين الناس شباب اللي باغيين يهزوا البلاد ماشي باغيين يعفطوا على البلاد حنا والدينا جاهدوا قاوموا كذلك رجعوا حنايا لهنايا حنا ولاد طلاش مشينا عند ناس شادين الكره ما قاريش ما عندهمش البكالوريا كاين اللي ما عندوش مستوى كيتنافسوا على واحد الكره حنا مشينا عندهم كنترجوهم كاننا نخدموا باش نعاونوا الناس ونعطيو واحد الاجر مننا ما يمكنش يوميا نجيو في سبيل الله لان في سبيل الله حنا خصنا نقلبوا على رزقنا فهمتيني كذلك.